يجب أن يكون لها دور، ودور فعال ودور واضح، عشان الفترة القادمة احنا عندنا 40 يوم أو 45 يوم هيبقى فيهم الدوري موقوف، مش هتبقى من المفترض أن يكون أن لا يكون هناك مشاحنات خلال الفترة القادمة. ولكن هي بدأت النهاردة ببعض الكلام اللي كتبه، اللي اتكتب على تويتر واتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. سهل قوي ان انا ارد على الكلام اللي اتكتب، سهل قوي ان انا ارد عليه، مفيش اسهل من ان انا ارد على الكيد بكيد، مفيش اسهل من كده. اسهل حاجه اقدر اعملها واحنا في النادي الاهلي بطولاتنا بتتحدث عن نفسها، طريقتنا بتتحدث عن نفسها، كل حاجه. فانا سهل قوي ان انا اطلع اقول كلام يخليك تبقى قاعد في البيت وتقفل عليك الباب الاوضه وتخش في السرير وتتغطى عشان ما تبانش للناس، لكن انا عمري ما هعمل كده، وعمري ما هتطرق لهذه المواضيع، لانه في النهايه مش هي دي المبادئ اللي احنا اتعودنا عليها داخل قناه النادي الاهلي او داخل النادي الاهلي، مش هي دي المبادئ اللي احنا دايما بننادي بيها، واللي بالمناسبه هننادي بيها اكتر خلال الفتره اللي جايه على الاقل هنا في ملعب الاهلي. ملعب الاهلي خلال الفتره القادمه، ودي رساله للجميع اللي عايز، طبعا الناس اللي من لا يشجع النادي الاهلي دي رساله اكتر ليهم، يعني الفتره القادمه اتمنى، عندنا 40 او 45 يوم، اتمنى كل ناس، كل واحد يبقى في النادي بتاعه، كل واحد يبقى في النادي بتاعه. في ملعب الاهلي هتشوفوا ان احنا خلال الفتره القادمه مش هنعمل حاجه، مش هنحاول ننفذ الكلام اللي احنا دايما متعودين عليه، هنحاول دايما ننفذ اخلاق النادي الاهلي اللي احنا دايما بنحاول نرسيها من خلال الكلام اللي احنا بنتكلمه. هندافع عن مصلحه النادي الاهلي ولكن دون الاساءه لاي حد، وده اللي احنا كنا بنعمله خلال الفتره اللي فاتت. ولكن نتمنى ان يكون هناك الجميع، زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي ان الاهلي فوق الجميع، ولكن تظل البلد مصر هي الحاضنه للجميع، هي الاقوى وهي الاكبر وهي كل شيء الحقيقه بالنسبه لنا، هي بلدنا. دايما زي ما قلت لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت ان النادي الاهلي لعب بعد بطوله كاس الامم الافريقيه السابقه علشان اعلاء لمصلحه الوطن، الاحباط اللي احنا كنا فيه. فالنادي الاهلي بيعيد الكره مره تانية، كل اللي بيطالب بيه النادي الاهلي ان تكون هناك عداله تحكيميه، عداله في كل شيء، مبدا التكافؤ للفرص، ان محدش يطلع يتكلم باسم اي حد، مش اي حد يطلع يتكلم كده وخلاص، لا، اتكلم في اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه.